اليوم افكار لمقبلات لذيذه. اول شيء حطيت البطاط، احط فوقه ذره، شرايح مشروم فريش. حق الصوص استخدم 250 جرام كريمه، احط 250 جرام حليب سائل، بحط صلصه جبن الشيدر، وبحط شويه بهارات صره، ونحط شويه ملح وشويه فلفل اسود. بس نخلط الصوص عدل ونصبه على البطاط ونلفه بقصدير وندخله الفرن. تقريبا ياخذ له بربع ساعه 20 دقيقه بالكثير. هذا الطبق الاول. الطبق الثاني اللي بسويه ادم مامي جاهز للاكل، يعني بس نحطه بماي حار او تفوحونه بدقيقتين بس وتشخلونه من الماء. بنسوي صوص لذيذ، نحط الادمامي فيه. حق الصوص انا بحط زيت زيتون، وبحط 3 فصوص ثوم حق كيس ادمامي كامل، وبحمس الثوم من تطلع ريحته. احط عليه الصلصات، هحط صويا صوص، هحط اويستر صوص، وراح احط سويت اند ساور، وبحط الحين قفشه عسل. نخليها كذي تطبخ تتكثف شويه، بعدين نحط عليها الادمامي. بحط الحين الادمامي بالماء الحار دقيقتين بس، بعدين اشيله واحطه على الصوص. هني قاعدين نقلي ربيان بالبقسماط، فقدمه مع مقبلات اللذيذة. ترى بس خلاص استوى، نشخله الحين من الماي الحار، ننزله على الصوص اللي سويناه. نقلب الادمامي كذي لين يتغلف بالصوص. حط الادمامي بماعون التقديم، راح اقدمه مع صوص الدينامايت الحار مال ام اف. بعد هذا السبيشال دينامايت صوص، هذا وايد حلو. هذا الربيان المقلي جاهز، حطه بماعون التقديم، وبقدم معاه صوص مال ام اف، صوص المأكولات البحرية. في اعشاب فيش بنت فيمشي مع المأكولات البحرية. طلعت البطاط بالذرة والماشروم من الفرن، بحط موزاريلا بس كذي من فوق، يعني هذا جبن بارميزان كذي رشة غنية من فوق، وبقدمه. وايد الطعم لذيذ، نتذوق. شوفوا صرت كنا بطاط مفيوح كذي ذايب لذيذ مع الذرة والماشروم وبالصوص طبعا. بسم الله، يهبل يهبل، جربوه بنات، وايد لذيذ الطبق وايد. كذي خلصت هذا الادمامي اللي سويته معاكم، هذه صينيه البطاط بالمشروم والذره، وهذا ربيان عادي بقسماط قلينا. فما يصير نقدم هالعشاء بدون المشروب الحارق للدهون. كذي اكتملت وصفتنا اللذيذه، علينا وعلى عيونكم بألف عافيه. يلا اخليكم حبايبي، باي باي.